من يعرف مفسدات الصوت المفضلات؟ من يعرف البقية ما يصوم يشجل ما تعرفه قلب تأتي بمفسد وتغير الصيام قال صحيح ولا هو صحيح؟ ما هي مفسدات الصيام؟ من يعرف مفسدات الصيام؟ البقية ما يصوم صوم ما هي مفسدة؟ أسمع أربعة خمسة ناس من يعرف مفسدات الصيام أخوانا بقية ما تعرف عشرة نعم الأول فتح واعي يقول أول مفسد الردة عن الإسلام لأن الردة تبطل كل الأعمال هذا أخطر ما يكون في الصيام قل سب الرب سب الدين سب النبي صلى الله عليه وسلم يسد الصمت يطوف على القبور يرتدي كذا الآن الناس قدموا الناس انقسموا في استعداد إلى رمضان إلى قسمين قسم يستعد للطاعة والنشاط والاجتهاد ودراسة فقه الصيام وقسم من سنين يجهز لك تمثيليات كفرية حتى تكفر كفر أكبر من هذا الله وهو سيام الباطل صدق والله صحيح؟ بالله ترى واحد يمثل أمك كيف يمثل أم المؤمنين؟ رجل يمثل دور إبليس وأبو جهل فهذا أبو جهل يسب الرب يا رجل يسب الرب يحلف بالله وبالعزى وسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى التمثيل ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد منها الردة فهو يجعلك تتفرج على هذه التمثيليات الكفرية حتى تكفر كفر أكبر كيف وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا حديث غيره إنهم إذا مثلهم نعم فأنت لا ما يمكن تتفرج على كفر وتسكت سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في العزة يسب الصنم صح وقال تمثيليات إسلامية برامج إسلامية نعم كفرية كفر أكبر يا أخواني أول ما بدأوا مثلوا بالأئمة ثم بعد الصحابة صغار الصحابة ثم كبار الصحابة ثم بعد الأنبياء ثم كل الأنبياء الرسل عليهم الصلاة ثم مثل الملائكة ثم مثل رب العزة والله الله فلم تتوقع الآن تشوف ما أسمع شيء ما أسمع شيء حدث والحال ما يمكن تتفرج على الأشياء تتفرج على كفر ممكن؟ لا التمثيليات التي فيها فسق وهجوم بغينا وكذا هل كذا ما في ما عندنا اشكال فيها لكن الاشكال في هذه شيء اكبر اذا اهم ناقل ذكر الشيخ الرده مبطل كل الاعمال هذه اهم ناقل عندنا رده مبطل كل الاعمال نعم الثاني الأكل والشرب بدون قيد عمداً فينا هذا عمداً لو أكل وشرب ناسي صيام صحيح في الفرض أو في النفل في الفرض أو في النفل طيب شرب ماء في نهار رمضان أخطر أم لا؟ ما أحد يتكلم متعمد أخطر شرب سم في نهار رمضان مو طعم مو شرب سم أخطر متعمد
متعمد؟ متعمد نعم. أخطر كفر. لا 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 واحدة. المهم شيء السم. أخطر. بنزين. بنزين يا رجل. أخطر. كلما تعمد متعمد. فتح الله عليك أول. السؤال ولا السؤال الشهر أول. أكل بلاستيك. هاي البلاستيك أكل بتاع بلاستيك. كل ما دخل بالجوف. أخطر. تمام. السؤال الجديد. إذا أكل بلاستيك. أكل خنزير. هذا يكون معك في الزام يا شيخ. أصبر. مجنون أصبر. لا لا هو مجنون هو يأكل بلاستيك ما مشكلة. نعم ما أصبح. أخطر. طيب. وضع قطرة قطرة في عيني. قطرة في عيني. لا. يا أخوان هذا يعرف. لا جوف ولا معدة. أخطر. وجد أثر هذه القطرة والمرارة في حجم. أخطر أم لا؟ عندما وضع القطرة وضع وجد المرارة في حجم. لم يخطر لأنك لا تسمع إنسان يا يشرب من عيني يا عندما يشرب يا الماء في عين صحيح هذا الذي يقول أفضل ما يعرف من أين يشرب الإنسان نعم ما يعرف قطرة في عين تفضل لا الحمد لله طيب والله تعال من تعال لا الله ما عم تجيب الله الله عليكم السلام قطرة في عين ما تفضل طيب إبرة من أجل تسكين الألم فولترين لا طعام لا شراب حسب لم يخطئ تمام مغذي سيروم أفطر لأن تغيب مقام الطعام والشراب تمام طيب الله يفتح عليك إذا الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب بنزين خام خنزير بلاستيك الإبر إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب مفضل إلا ما لا يفضل قطرة العين غير مفضل فتح الله عليك اجلس من يعرف لي مفسد مفسدات السيارة علم الجماعة مرفعني لما تدير انت كثير نعم الجماع نعم طيب في الأمر نعم وأيضا الاستمناء لكن لو اعتلم وهنا صيام صحيح طيب غير من الفطر قال الردة مطلق كل الأعمال والأكل والشرب عمدا والجماع والاستمناء نعم قول الزور قول الزور قول الزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة فإن يدع طعام وشراب الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا هل هذا من المفطرات قال لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام الورق عند الناس في رمضان خاصة إمام المسجد أطار والتراويح فيه كذا والمسجد فيه كذا وجماعة المسجد وكلام لو كان هذا من الفضلات لم يبقى لنا صيام يقول الإمام أحمد هذا يعني هذا يقول الإمام أحمد من ورع وله ما يصنع هذا لكن الناس اليوم يصنعوا هذا صح ولا كثير جدا في رمضان كلام الدنيا والغيبة والنميمة ومشاهدة الزور والعمل به طبعا مشاهدة التلفاز قنوات وما يتحمل الله كثيرا إذا هذا ليس من الفطرات لكن هذا مو مثل الصيام إذا الردة والأكل والشرب عنده والجماع والاستمناء غير من الفطرات أفضل الحاجم والمحجوم الحجامة إذا احتجم وصائم أفضل غير فطرة متعب القيء عمدا ادخل اصبع في فيه واستقاء عمدا تعمد اذا اخطر خرج بهذا يا اتكلم انا ولا تتكلم من الحجامه انا ما اسمع شيء
إلا بعد الموت. من يتكلم؟ أنت ولا؟ لا أنت. أكيد. أو. إذا أنا أتكلم أو. نعم. آخر شيء ذكرنا ما هو؟ آخر شيء ذكرنا بعد الحجاب. لأنك ما تنتبه. القيء عندك لو أدخل إصبعه فيه واستقام أخطأ. خرج لهذا ما لو مر في الطريق مثلا ورأى شيء وخرج ما في بطنه فهذا صيام صحيح. اجلس. رأي من المفطرات. نزول دم الحيض والنفاس. نزول دم الحيض والنفاس. كذلك الأخير قطع النية. نوى الفطر في نهار رمضان أفطر وإن لم يقطع. قال والله ما أصوم عليكم. مفهوم؟ طيب. من يعيد لي هذه المفطرات؟ سبعة. ذهاب العقل. بعد المغرب ذهاب العقل إن شاء الله. الآن تخلي العقل ذهاب. من يذكر لي المفطرات أخوان؟ نعم الشيخ. لكن سمعت الردة. الردة الله تعالى مبطل كل الأعمال وهذا أهم ناقض. نعم الثاني. نعم. الثانية الجماع. الأكل والشرب عنده. الجماع والاستناء. الحيض والنفاس كما ذكرت. والنزول دم الحيض والنفاس. القيء عمدا. القيء عمدا. الحجامة قطع النية. فتح الله عليك. من يعيدها؟ نعم. استنشاق البخور عمدا. أسمع أنا أسمع إلا بعد الفرق. من يعيد لي هذا نواف؟ كيف تسمع الدرجة؟ بسم الله. الردة. الردة سواء السلام عنه ومحفظ وكل هذا. الأكل والشرب. الأكل والشرب عنده. الجماع والاستمناء. الجماع والاستمناء. والقيء عنده. والقيء عنده. والنزول. الحجامة. الحجامة. والنزول درب الحيض والنفاس. وانقطاع النية. وقطع النية. نعم. قطع السقف. نعم. الشرب. الأول الردة، الثاني ما دخلت فيه الأكل والشرب وما جرى غير الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب. أبي المغني. حجامة. الحيض والنزول دم الحيض والنفاس. الجماع. الاستمناء. النية عضل. قطع النية. أول فعل. تعال. شيء هو تعال. الأول. الردة. ما بدا كل الأعمال. الأكل والشرب. الأكل والشرب عندك. نزول دم الحيض. نزول دم الحيض والنفاس. قطع النية. نوى قطع النية. الجماع. الجماع. الاستمناء. الحجامة. القيء عند الذكر. فتح الله عليك. هذا العلم. انظر بعدين أي ناقض غير هذه الناقض ليس بنا. التطير منها مرض غير ناقض. قطرة العين غير ناقض. بهذا تربط العين. غير هذا الابتسام غير ناقض. السباحة غير ناقض الصيام. مفهوم؟ وانتهى. أجبنا عن كل الأسئلة الحمد لله. طيب.